نروح لخبر تاني حد مشرفنا روحي برضو. اروح روحي علشان انا عندي الشارقة دي. مشكلة. الحقيقة انه الكل مشدود بالبطولة، بطولة كأس العالم لكرة القدم، اللي الكل بيقول انها بطولة فارقة ومختلفة ومن امتع المونديالات اللي تابعناها من سنين. الحقيقة ان كمان كواليس تجهيزات الحدث الكبير ده بتحصل لأول مرة، غير انها بتحصل أول مرة على أرض عربية، وده تميز مهم وشيء رائع. كمان رغم ان منتخب مصر ما كانش له الفرصة والحظ ان هو يكون موجود، لكن احنا عندنا مجموعة من شباب المصري المشارك بأشكال مختلفة ومشرفنا، سواء المنظمين اللي كنا استضفناها الأسبوع اللي فات، واحدة من المنظمين المصريات في البطولة دي، أو بنفتخر النهاردة بفنان شاب مصري، فنان جرافيتي مشارك في هذا المونديال بأعماله الفنية، عمرو ديوان شارك في تزيين جداريات ملاعب كأس العالم برسوماته. نعرف أكتر زي ما حضراتكم شايفين، شيء رائع ومبهج وحماسي، الألوان والأشكال. عمرو بينضم لينا عبر زوم علشان يكلمنا المشاركة دي جت ازاي واشتغل ازاي وايه اللي حصل. عمرو مساء الخير. شغل رائع، ايه ده، ايه الجمال ده؟ الجدارية اللي وراك دي انت اللي عاملها يا عمرو؟ انا اللي عاملها. انت اللي عاملها. اكتشفوك ازاي؟ اذا احنا ما اكتشفناكش يعني احنا ما ده قصور مننا. عمرو بقاله والله شوية بيشتغل. قول لنا بقى ايه اللي حصل، احكي لنا الحدوتة من الاول. أنا بس في البداية حابب بس الأول أشكركم جدا 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 على استضافتكم ليا، وحابب كمان إن أنا أعزي أسرة الراحل الكبير ومصر كلها عن الإعلام الكبير مفيد فوزي، وربنا يصبر أهله وربنا يرحمه يا رب. آمين. أنا في البداية هم لجنة المشاريع والإرث في قطر عملت بحث عن فنانين في الوطن العربي، وهم بعد البحث ده في مصر اكتشفوا رسوماتي او شافوا رسوماتي ان انا كنت شغال في حاجات كبيره وشغلت بره مصر، وبعتوا لي اني اشارك معاهم في الفيفا ان احنا نعمل جرافيتي حوالين الاستادات والحوائط بتاعه استاد السمامه واستاد الجنوب. الله، عملت كام جداريه يا عمرو؟ عملت ثلاثة في استاد الجنوب وعملت اثنين كبار في استاد السمامة. طب الصور اللي احنا شايفينها، شايفينك بتشتغل لوحدك، انت فعلا بتعمل كل ده لوحدك ولا معاك فريق عمل؟ لا انا بصراحة معايا مراتي بس هي اللي بتساعدني هنا، انا لوحدي خالص، وهي طبعا بشكرها جدا 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 انها وافقت تيجي تساعدني لوحدها، لان طبعا الموضوع كان كبير جدا، بس الحمد لله لوحدي قدرت اعمل ده الحوائط دي كلها. بص يا عمرو، احنا زي ما قلنا لمرام قبليك انه ما فيش حد بيوصل لطموحاته ويحققها وينجح الا ما بيبقى وراه زوج بيدفع وبيساند وبيحمي. ده حقيقي. واضح كمان ده، حقيقي. بس انتوا معروف من الاول، يقول لك وراء كل عظيم امرأة، بس يعني واخد بالك، فانت يعني بنقول لك نفس الحكايه بدون تحيز. بالظبط. طب قول لنا التحضير للجداريات اولا من اول الفكره، لان ده تحدي كبير، انت بتشارك في حاجه هيشوفها العالم كله، دي اللعبه الشعبيه رقم واحد يعني. من اول الفكره وتصميمها انت بدات تشتغل على المشروع من قد ايه لما تم تكليفك يعني؟ وكل جداريه من دي، بما انك شغال لوحدك، ثلاث جداريات اخذوا منك وقت قد ايه؟ انا كانت الجداريات طبعا انا كانوا عارف من قبل كاس العالم بمحتاجين 3 اسابيع بس، وابتديت بس كان بس للاسف كان الوقت ضيق جدا. وكمان كنت يعني بنحضر لهم من مصر، ولما جينا هنا رسمت كتبت كلمة كأس العالم بالعربي، لأن أنا شايف إن دي حاجة مهمة جدا إن يكون الاستضافة في وطن عربي. صحيح. بالظبط. وهي دي اللغة الأساسية، فكتبت أول حاجة كلمة كأس العالم بطريقة الجرافيتي، وده كان برضه هم ادونا الإتاحة والفرصة إن كل واحد يبين طريقته في الشغل، يعني هم مش بيتحكموا في التصميم أو في كده. وكانت جداريات تانية عن المشجعين،
والتشجيع والحماس بتاع المشجعين، لان هنا المشجعين الموضوع طبعا وهم حوالينا وهم بيشاركوا انهم بييجوا يتصوروا وبييجوا يتكلموا معانا وكده قبل المباريات. فطبعا كان لازم يتعمل لهم جداريه مخصوص للحماس ده كله. وبعد كده احنا في استاد الجنوب كان احنا بنرسم على مش جداريات ولكن على كانفاس. تمام. ان هو يقدر يكون بيتحرك من مكانه والاستاد هيحتفظ بيه ويبتدي يعرضهم بطريقه ثانيه بعد الكاس العالم، وفي استاد السمامه هيحتفظ بيهم كذكرى لكاس العالم. يعني خلاص كده الجداريتين دول موجودين طول العمر ان شاء الله. ما شاء الله انجاز كبير يا عمرو، وبجد شرفتنا وكل مصري يشارك في العمل او يعني في المونديال اللي هو حدث كبير وعالمي، بجد شرفتونا واسعدتونا، وان شاء الله بعد 4 سنين يكون لمصر بقى نصيب وتشارك بمنتخب وبالفنانين والمنظمين وكله. عمرو ديوان فنان جرافيتي، جدارياته نورت قطر في مونديال 2022. شكرا ليك، الف مبروك. لا يا سلام، لو سمحتي لا ما تختميش من قبل، قلت حياتي لزوجتك. اه طبعا يا عمرو. دي راحت تساعدك، ما عندهاش مشكله الا تقف وراك. ده حقيقي، ده حقيقي. شكرا ليك يا عمرو، ربنا يخليك يا رب. شكرا جدا ليك. شكرا لكم.